الكلمة ديك سي خميس بعزيز. بارك الله فيك. شنو التهم اللي وجهها لك أنت؟ أنا فاشل كي جماعة وأنا اللي عندي ما أنا اللي عملت كارثة في لي جو ميديترانيان. أيوة. كارثة بتروح في نعل اللي نعملهم أنا. نحب نقول لك بارك الله فيك على الاستضافة. ما عنديش مزية. ونحب نقول له يزيك من المغالطات. يزيك من المغالطات. خميس بوعزيز أنا كلاسي في العالم. وهو كان يرجع شوية بالتاريخ يعرف ال 2018 لو سول عربي وافريقي كما قلت لكش في العالم اللي عامل 5 فينال كنت بطل عالمي 5 فينال في بطولة عالم كحكم 5 فينال في بطولة عالم كحكم انا مصارع دولي سابق ولعب في الترجي حكم دولي حالي ماني سابق حالي اللي سيد هذايا نعتنا بالفاشلي نحب نقول له رانا نحنا مثال جيب فاشل كيفي انا ويشد لك سنة 5 بطولات عالم معناتها 5 فينالات في بطولة عالم حاجة أخرى هو قال لي أنا معاقب من الاتحاد الدولي رسلت الاتحاد الدولي وقالوا أنت اللي خلينا نعطيك كان المعلومة أنت إن حبيت تحايل مع مصارع جزائري باش نقول لك حاجة هو وصلوا له معلومة قراوها له اللي أنا في الماتش هذاك اللي قراوه له فيه أنا بريزيدون دو تابي أنا رئيس بيسات مانيش حكم أنا صاحبي رئيس بيسات وهو كان يفهم شوية في الليل راه ما جبدش الموضوع هذايا بالكل ومش خميس بوعزيز اليوم باش يسيبوه نحن ما تنجمش تحايل في الليل ترى عندك كي بقولوا نحن الفار في الواحد هذايا اللي تخلقت في المطارعه اللي هو شالونج وقت اللي انت تغلط في اي نقطه مثلا باش تعطي 4 بون تعطي 2 بون المدرب ما غاديك يرمي الشالونج ترجع للفيديو ما عندكش ما تحايل يرجعوا لك بوانتك كي هو يحكي حكايه كيف هذايا وقصدني يحب يقز من الواحد ما تنجمش انا اسمي موجود لفوق ولله الحمد وكان جيت انا تعاقبت ماهوش باش يحشموا مني راح يقولوا لي ديجراداسيون في الدرجه نتاعي تهمه كيديه واضحه وضحكتني برشا الحقيقه سي صاحبي ونحب نقول له شوف حاجه مع اكثر وبح. هو سي صاحبي باش السيد هذايا وهو ما نجرحوش في الرجل لا 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 انا مانيش نذكره هو انا عاقبت على اللي قال ما اكثرش من هكاك حتى كي قال فاشل مانيش باش نقول له انا عطيتك تاريخي اللي هو يعرف ويعرفه مليح حاجه بركه ونكمل معك ونكملوا اللي عمل لنا كارثه وعملنا فضيحه في المصارعه وقعدت لنا عار في الجبين التوانسه اللي هو رئيس لجنه التحكيم اللي مشى معنا الشامبيونات دي مونت ومن اول مباراه طلع للقردان عمرها ما صارت في الدنيا عمرها ما صارت وانا عمرها ما صارت وهما خطوا عليها وما جبدوش عليها واضح 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 تجبد اليوم سي خميس سي خميس سي خميس